وافق مجلس النواب العراقي على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استنادا إلى المادة 75 من الدستور العراقي. وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الحلبوسي أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيشدد العقوبات الصادرة بحق المدانين بالجرائم العنيفة والإرهاب مثل منفذ هجوم جسر لندن الذي قتل شخصين يوم الجمعة. وربط جونسون تعهده هذا بفوز حزبه في الانتخابات التي ستشهدها بريطانيا.